طبعا النادي الاهلي اللي كان خرج اعارات رأفت خليل لزد ورشدان لفيوتشر ومحمد حمدي ميسي للداخليه، والاعارات واهميتها بقى، وشفنا محمد عبد المنعم اللي كان خرج معارا ورجع للنادي الاهلي وتالق وراح المنتخب. وهدف هدف هدف ادي ابراهيم عبد الحكيم، ابراهيم عبد الحكيم بيسجل مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات. ويفرق ايه الورده عنك غير انه واخد جماله منك يا ولد يا لعيب يا ابراهيم يا عبد الحكيم. الهدف الرابع ليه على المستوى الشخصي والهدف الثالث في مباراه اليوم. الركله الركنيه احمد اشرف عرضيه، وشوف ابراهيم عبد الحكيم المدافع الهداف بيسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي في مباراه اليوم علشان يضاعف او يعلي النتيجه ويبتعد بالنتيجه بفارق هدفين للنادي الاهلي على بتروجيت اللي كان متقدم وانهى الشوط الاول بتقدم على النادي الاهلي 1-0. ولكن بقى شفنا الشوط الثاني وشفنا اداء مغاير جدا من ابناء احمد عبد الظاهر وادي العرضيه وادي ابراهيم عبد الحكيم يا ولد لعيب. ويفرق ايه الورده عنك غير انه واخد جماله منك يا ابني. وهدف جميل جدا للنادي الاهلي في مباراه اليوم علشان بقى تصبح النتيجه اهلاويه 3 الاهلي 1 بتروجيت في احداث هذا اللقاء.